الزبون هو الملك، حلقة لا تزال مفقودة في الخدمات بالجزائر، حيث لا يجد المواطن الاستقبال الجيد مهما كان المقابل الذي يدفعه. ومن جهة أخرى يرى العاملون بالمتاجر والمطاعم والمقاهي وغيرها من المرافق العمومية أنهم ضحايا إهانات متواصلة من طرف الزبون. هو موضوعنا اليوم لعدد جديد من برنامج صوت البلاد، تابعوا معنا. يعني لمسناها لي ديرني طون هادو من الايام الاخيره هذه، ما بقاتش هذيك الحسن الاستقبال، وال يعني خاصه في عرجين نتكلموا في الجزائر العاصمه، يعني حتى الاستقبال رجع يعني الكليون يعني بصفه عامه يعني الزبون يعني ما عندوش هذيك، ما يلقاش هذيك حسن الاستقبال. السبب انا نظن بنوعيه الجزائري، نوعيه الجزائري يعني يعني احنا كاين حتى في الخارج كاين يعني الانسان اللي يدخل لازم له يشري، لازم له يشري، لازم له الاخر، هذه ثقافه، هذه تولي ثقافه. يعني احنا في الجزائريين انعدمت هذه السنوات الاخيره هذه. طبعا طبعا تختلف هذا الزبون يقول انا ندير اللي عليا ونكون بنفرض نفسي ونحب نكون، نحب نكون بيان اكوي، نكون بيان شغل، ولكن العامل مترديه، الزبون ما يترداش مهما يقدم له العامل بكل وجه رحب وكذا، الزبون دائما يعني ما يرضاش ويتضمر من المعامله. وطبعا احيانا تكون صح معامله سيئه، تكون معامله سيئه، وبالتالي لازم كل واحد يشد، كل واحد كيف يقولوا يحكم حدوده. والله الاستقبال ضعيف شويه من الجانب الابتسامه، من الجانب الابتسامه ضعيف 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 ضعيف. بصح نتمنوا لاهلنا الاخوانا في الجزائر والمرافق العموميه يكونوا واصلين بالابتسامه. وستسالتيني بسؤال هام، كيفاش المعاملات ما بين الزبون وصاحب الملكيه؟ هما يعني في الحقيقه الاثنين خطا، لاخاطش عليها الوالدين، انا نقول من الجانب ناحيتي نقول الوالدين غايبين ولا يتامى. كيفاش يدخلوا عندكم هنا الزبائن؟ كيفاش يعاملوكم؟ كيفاش؟ كل واحد كيش يجي اختو، كاين الناس ملاح، كاين يعني من تروحي تلقاي مليح ودوني، ودي فوا تيكون دوني بزاف يغطي الملاح بيان سور. بون حنا الحمد لله الناس كاع يحبونا هنايا وكاع يقصدونا ويجوا متندوا حتى لهنايا. هو كي يدخل لازم الانسان لهنا كي يكون خدام هنايا لازم يكون قلبه بحر، لازم تعرف كاع العباد. المعامله سا ديبون ريجيون بريجيون، كاين شي ناس تدخل عنده الحانوت شغل كي شغل ما هو ماشي هو ماشي انت اللي راح تشري، هو اللي يمدلك دراهم. اوكي فوالا كما لا بريستاسيون سيرفيس عيانه شويه، مخصوصه شويه عندنا. الثقافه هذه ثقافه المواطن الجزائري، ما عندوش عنده هذيك لورغوي، دونك تكبر وتكبر لله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. هي صراحه ما كانش معامله حسنه من عند البائع، تحسب كي شغل راه يدير فيك بليزير وانت راك تشري عليه، دونك انت بدراهمك وهو يشنف عليك، هذه داخله في التربيه. نشوف باللي المعامله تاع التاجر للزبون هي معامله سيئه، وتروحي تشري عليه شغل راك تطلبي عليه. من قبيل انا حبس طاكسي يشنف عليا، مانيش رايح، عن بالي راني نطلب عليه. هما راهو يخدم، هو كي اختار هذه الخدمه لازم يكون قلبه مسواس حتى خلاص، باسكو راهو يتعامل مع الناس، يتعامل مع المليح، مع المريض، مع القبيح، لازم يكون قد المسؤوليه هذه ولا ما يخدمش هذه الخدمه اصلا. والله احنا ناقصتنا كثير جدا
الثقافة العمومية سواء تجارية ولا اقتصادية ولا معاملات إدارية إلى آخر. فهمت؟ أنا زرت البلاد العربية، سعودية، مصر، سوريا، الأردن، ليبيا، وأرواح تونس، ما عدا المغرب برك ما زرتهاش. لقيت معاملات هناك فرق كبير بيننا وبينهم بزاوية 180 درجة. نقدر نقول لك المعامله بين التاجر والزبون هي معامله نورمالمون كما نقولوا معامله احترام، لازم يكون الاحترام المتبادل بين الطرفين، الزبون يحترم التاجر، الزبون يحترم التاجر باسكو راه يقدم له خدمه وسلعه، والتاجر يحترم الزبون باسكو علاش راح يجيب له دراهم كما نقولوا، لازم كاين كما نقولوا ان انتيري كومون، كاين فوالا هذا لازم هذا يحترم هذا. واش نقول لك احنا مازلنا كيما نقولوا هذا وين بدينا بسم الله باش نقدروا نقولوا باللي كاين تجاره في الجزائر باسكو راهي ناقصه شويه سيختو من المعامله. يعني الاستقبال تاع العاملين هما ايضا يعني قال لك نتعرضوا لاهانات متواصله من طرف المواطن. هذه الصواب، هذا الصواب، هذا الصواب، خاطش عليه الموجود الجاهل، الجاهل موجود في الجزائر. هذا عنده حق وراه على صواب وانا نزيد نعطي له الحق وحتى ما شفتوش موجود هذا. الجاهل هذا كي يدخل المقهى ولا يدخل الفندق ولا يدخل الحافله ولا راح يتعامل بعنف. احنا في الجزائر لهنا يعني كاين استقبال حسن، كاين بزاف بوتيكات تستقبل استقبال حسن وتختلف من شخص لاخر والحمد لله. الحياه الاجتماعيه تاع الانسان في الجزائر لهنا اصبحت جد زحمه الحياه وكذا، اصبحت جد عصبيه جد، فالصباح يجي مبريسي وكذا وبالتالي يقدر شغل يتقلق ولا يتعصب مع العامل. كوميرسيون لازم يكون يعرف يهضر، لا لازم يحمل بصفه عليه. باغ اكزومبل نعطي لك اكزومبل صغير، في البلدان الاوروبيه تشري عفسه ساتيسفي او رومبورسي، دونك تلقى انا شريت، انا بيرسونيلمون شريت ريحه درت منها واحد 3 جور اي بي من بعد جوست 3 جور ابري عاود توليت ما عجبتنيش الريحه عاود رومبورسالي بدل لي ريحه واحده اخرى بالضحك وفرحه وكلش. يقول لك السلام عليكم ما شريتش من عندي كريمه. كنا نديروا تصويت ونديروا هنا في المجتمع الجزائري اغلبيه كاع يقول لك كونتر البائع ولا كونتر هذا الريسيفر ولا هو تبان له كي شغل راه يدير بليزير فيك هو خدم عنده الضغط هو من اللي يحكم فيه ما عندوش ضغط. حنا عندنا عقليه الجزائريين عقليتهم هكا دايره، ما عندناش شغل ثقافه. كاين في دول واحده اخرى اللي المشتري كيجي داخل يحس روحه هو ملشي والاخر البائع غير بائع، الزبون هو الملك، هو الملك. احنا ما عندناش هذه المقوله، احنا ما عندناش مقوله كيما هكا، انما تمشي في اقليله. احنا ما نقولوش كاع الناس ماشي ملاح، نو كاينين ناس ما شاء الله كاين اللي يدخل عنده تريا عنده وتشري وبالضحك وكاع، وكاين اللي لا، كاين اللي كي تدخل عنده ديجا باش انت تسقسيه يكون مع صاحبه يهضر ولا حاجه ينسى كاع، ينسى يخليك انت تدور في غرضك وانت تقول له محمد ما يسمعش بك كاع. التاجر كيفاش يربح باغ اكزومبل، كيفاش يربح مليح ولا الاخر مليح، سي لسانه، لازم يكون لسانه حلو. واش نقدر نقول لك، مهما يتقلق الزبون وكامل التاجر لازم يبصر به كيما نقولوا هذيك لا بريسيون كامل، سينو ما تقدريش تقوليها عليه باللي هو تاجر ولا رجل اعمال. واذا ما يقدرش يتحمل لزوج دقائق ولا ثلاث دقائق من كيما نقولوا من الزبون والعكس لو كليون اي روا، هذه كيما نقولوا هذه يدرسوها من في الجامعات الامريكيه وكامل. نظن السبب الوحيد هو ان الجزائري اصبح اكثر يعني اناني شويه، يعني كما نقول احنا صاحب المحل ولا يعني تروح لاي مكان صبحنا نشوفوا يعني ان الانسان يعني حتى الزبون ما عندوش هذيك
كما نقول حنا لافونتاج ما عندوش لافونتاج يعني يعني حنا نشوفوا في اوروبا تدخل يعني يشوف المغازه يعني تقدر تدخل الحانوت يجيب لك سلعه وما ما تشريش يعني يقول لك شكرا وميرسي. انت جامي صارت لك دخلت هكا الحانوت وعملوك اساءه ولا كثير جدا لا ما يهدرش معايا وقاعد لهيه وكذا منين قلت له يا اخي انا زربان شويه اخويا قال لي روح الاخر. احنا الشعب الجزائري وحنا متقلقين عندنا هذيك تاع الاخر هو صلاح شارج عليهم الصباح الليل ويتعامل مع الناس اسمه راح له هذاك الصبر تاعو ولا خلاص يعامل من الطرف بصح شويه يكبر قلبه ويسوس على خاطره يا رب اللي هذا الزبون راهو جاي يشري ما جابوش الخير. مام التجار يشكو يقول لك بلي الزبائن كاين اللي يدخلوا علينا زعما تاع الشريك بدراهمي. صح كاين منها كاين بصح هما ما يجمعوش كاين اللي مربيين كاين ولاد فاميليا هما راهم يتعاملوا كاع مع الفئات يتعاملوا مع المراضي يتعاملوا مع القبيح يتعاملوا كاع مع الناس على الاقل يكون عندهم شويه صبر شويه نصيحه يكون عندهم الصبر يكون يعرفوا رواحهم بلي مادام اختاروا هذا الدومين اختاروا هذا المهنه يكونوا قدها ويكونوا وخاطرهم يكون واسع باش نقدروا نتفاهموا بعضنا والزبون ثاني يكون شويه يعرف روحه بلي راح يشري هذا الانسان راهو يتعامل كاع مع الناس نهار كامل